التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد المكتوم، ذلك بحضور سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة السفيرة مريم خليفة الكعبي. اللقاء شهد استعراض ملامح مقترحات إماراتية لتنفيذ بعض المشروعات في مصر والتي تركزت في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وخاصة أن الوفد الإماراتي لديه عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال. كما تم عرض بعض التفاصيل المتعلقة بأهمية المشروعات المقترحة والعوائد المتوقعة من تنفيذها، وتم التنويه إلى رغبة الإماراتيين في إقامة مصانع متخصصة في هذا القطاع الحيوي. استعرض رئيس مجلس الوزراء آخر المؤشرات المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة في ضوء نتائج شبه النهائية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي 2022-2023. وخلال اجتماعه بوزير المالية وعدد من المسؤولين المعنيين، تابع رئيس الوزراء إجراءات ضمان استمرار الانضباط المالي، وتطرق الاجتماع لبحث عدد من الإجراءات المتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي بهدف احتواء معدلات التضخم وتعزيز الإيرادات العامة والسعي لتحقيق فائض وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، ذلك إلى جانب الخطوات التي تتم لتحسين بيئة العمل لجذب الاستثمارات فضلا عن دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على أهمية الصناديق السيادية لما لها من دور حاسم في تحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي للدول. وخلال الإصدار الجديد من مجلة أفاق اقتصادية معاصرة والتي تصدر بشكل دوري، أوضح مركز المعلومات أن دور الصناديق السيادية يعد في تطوير التعليم الفني أمرا بالغ الأهمية، فهي تمثل وسيلة فعالة لتمويل برامج التعليم الفني والمهني وتزويد الشباب بالمهارات والتدريب اللازم لتحقيق النجاح في سوق العمل. كما تناول المركز دور صناديق الثروة السيادية كآلية للتنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، واستعرض أيضا كيف يمكن لهذه الصناديق أن تسهم في تمويل مشروعات استراتيجية وتعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل تأثير التقلبات في أسعار الموارد الطبيعية. أكد وزير البترول طارق الملا وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون مع الجانب الألماني في تنفيذ المزيد من المشروعات الناجحة في مجال الطاقة، ذلك في ظل العلاقات الوطيدة بين البلدين على جميع المستويات. جاءت تصريحات الوزير خلال استقباله رئيس دبلوماسية المناخ والشؤون الاقتصادية والتكنولوجية بوزارة الخارجية الألمانية أوليفر رانشلر. وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الغاز والهيدروجين والطاقة الخضراء والبتروكيماويات، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الألمانية المتطورة في تنفيذ المشروعات التي ستعود بالنفع على البلدين. ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مع ترقب الأسواق قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وارتفع المؤشر السعودي بنسبة تقدر ب 1.2%. وفي دبي أغلق المؤشر الرئيسي على ارتفاع بنسبة 4%، كما ارتفع مؤشر أبو ظبي بنسبة 9%، وأغلق المؤشر القطري على ارتفاع يقدر ب 6%. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات قبيل اجتماعات بنوك مركزية عالمية رئيسية هذا الأسبوع، بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 1.91%، لتصل إلى 86.64 دولارا للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.2%، ليصل إلى 82.5
تصل 66 دولاراً للبرميل، وارتفعت كذلك أسعار المازوت عالمياً بنسبة 1% لتصل إلى 2.99 دولار للتر، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 2.21% لتسجل 3.49 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد مجلس الذهب العالمي أن العدوان على غزة واشتعال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط قد عزز الطلب على الذهب من جانب حكومات العالم وبنوكها المركزية بنسبة تقدر ب 10% في غضون 16 يوما فقط وبصورة غير مسبوقة، تؤكد قناعة دول العالم بأن الذهب سيكون الملاذ الآمن لها في مواجهة التقلبات الدولارية وارتباكات اقتصاديات العالم المحتملة إذا لم تضع الأزمة أوزارها في أقرب وقت ممكن. ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن يتعدى حجم الطلب العالمي على الذهب هذا العام عن الطلب المسجل في العام الماضي والذي كان 1081 طنا من الذهب. في وول ستريت ارتفعت المؤشرات الرأسية وسط ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي وانتظارهم لنتائج الشركات في موسم إعلان الأرباح، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9%، كما صعد ستاندرد أند بورز 500 بنسبة تقدر ب 0.18%، وصعد المؤشر ناسداك المجمع بنسبة تقدر ب 0.28%.